وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل الثاني يقول: في بعض المسائل نجد مكتوبا لا تمد رجليك نحو المصاحف. فأحيانا يسأل الثاني يقول: يجلس الإنسان جلسة طويلة فيحتاج أن يبسط رجليه قليلا، هل يكون آثما؟ لا شك أنه يكون آثما يا إخواني في ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شعائر الله عز وجل كلامه تبارك وتعالى الذي هو القرآن، كما هي عقيدتنا، كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود تبارك وتعالى. فهل من الأدب أن نمد رجلينا في اتجاه المصاحف؟ ولا بأس إن جلست جلسة طويلة أن تمد رجليك، لكن ابعد المصاحف، اجعلها عن يمينك أو عن شمالك، ثم مد رجليك في ذلك. نقول يا إخوان إن من علامة سبحان الله محبة الله للعبد، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي الفوائد وغيره، قالوا: من علامة محبة الله في قلب العبد أن يعظم القرآن، ومن علامة تعظيم القرآن اتباع العدنان عليه الصلاة والسلام. وذكر قول ربنا عز وجل آية 31 من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. فنقول: جزا الله خيرا من يعين على ذلك ومن يفعل ذلك ولا يمد رجليه في اتجاه المصحف. نقول: أنت لو أن إنسان وضع رجليه في أمام وجهك هترضى بذلك؟ حتما لن ترضى بذلك، فكيف أن تضع ذلك في مواجهة القرآن، كلام ربنا تبارك وتعالى. فنقول يا إخواني، ولذلك سبحان الله ما من عبد يعظم الشعائر ويعظم كلام الله عز وجل إلا ويقذف الله عز وجل المهابة عليه والحب في قلبه. فعظموا الشعائر وعظموا هذه الأمور، واحفظوا كلام الله عز وجل من أن تمد إليه الأرجل. بل ويقول الشيخ الشيخ محمد المختار يقول كلاما عجيبا في بعض المسائل، وهي في مسألة قلب صفحات المصحف بالبصاق، وإن كان كما أجمع الأئمة، وقال الشيخ بن باز وغيره، قال: ولا مانع من ذلك للإنسان، يعني يبل أصبعه بريقه ويقلب أوراق المصحف، لكن انظر إلى سبحان الله من يعظم هذه الأمور. يقول: فكان أحد الطلاب عند الوالد يجادل الوالد في هذه المسألة، فالوالد قال: أعطني خدك. قال: ماذا؟ قال: أضع عليه شيئا من ريقي سبحان الله في أصبع أضع على خدك. فأبى، فقال: سبحان الله، يعني تأباه على خدك وترضه على كتاب ربك. وإن كنا كما قلنا لا مانع الإنسان إذا فعل ذلك، وقد قال أهل العلم: ومن يفعله يمتهن القرآن فقد كفر إجماعا. ولا أظن مسلما يعني يبل ريق أصبعه بالريق ويقلب القرآن أنه يمتهنه، إنما هو لكي يستعين يعني بذلك على أنه يقلب صفحات المصحف. وأنشد الشاعر فقال: وقلب صفحات المصحف بالبصاق عادة قبيحة قد شاعت في الآفاق، ومنهم من العلم يفعلها من العلم ينسب، وذلك لجهله المركب. فنسأل الله أن يعافينا إخوان وإياكم من الشر والضر، ونتقبل منا منكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.